مرحبا، بدي احكي لكم على رحلة سافرتها من كم شهر انا وعلي ابني. كان عنده سنة، هو هلا سنة واربع شهور تقريبا، يعني كان سنة او قبل شوي. المهم انه سافرت من السعودية من الرياض طلع امريكا. طلبت من الشاب على الكاونتر، قلت له الله يخليك فيك تحط لي الكرسي اللي جنبي، غالبا لما بطلع مع الاولاد بطلب ذات الطلب، فيك تترك لي الكرسي اللي جنبي فاضي؟ قال لي تكرم عينك بدلعوني، يعني قال لي انه ترك لي الكرسي فاضي. المهم دخلت الطياره حطيت اغراضي على الكرسي اللي جنبي على اساس انه فاضي، لقيت شاب فايت هيك مرتب كثير كثير ولابس ونظيف كثير، قال لي اصاله انا طلبت اني اقعد على الكرسي هاد جنبك. فقلت له حبيبي حتتعتر لانه ابني كثير صعب وانا لوحدي يعني معه، ومعنا 6000 مليون غراض، شنط كثير واشياء كثير وتفاصيله. قلت له خايفه ما رح تقدر تنام رحله طويله ويعني حتتعب. قال لي معلش انا كثير مبسوط انه شفتك. قلت له طيب تفضل اقعد. قعد وانا حزناني عليه، يعني عارفه انه بده يتعذب. المهم انه بعد ما طلعت الطياره بشي 10 دقائق علوش حبيبي ابتدى المسيره تبعه، يعني ابتدى الموشح، ابتداها ببكاء، بعدين طعمينا فما ضل شيء من الاكل الا طلع على ثيابه، شلحته ثيابه، دخلت على الحمام غسلت له اول ثياب، كان معنا بس غيارين. المهم بقول له للولد امسك لي حبيبي الببرون، بدي احط الحليب فيه، اندلق الحليب عليه على لبسه النظيف المرتب. قلت له انا اسفه، قعدنا نحاول ننظف له. لا 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 مو مشكله ممتاز، والله انا مبسوط والله ما صار شيء، ونفذ هيك بايديه. المهم وسخ علي تيابو التانيين والتالتين اللي ما عاد عنا غيرهم، أخذتهم كلهم. قلت له حبيبي لأنه الحمام صغير ما عم بعرف أغسل، افتح لي أنت الباب هيك بس خد من إيدي أنا حأغسل وأنت خد من إيدي. وأخذت تياب علي ونشرت على الكرسي تبع الطيارة، الكرسي تبعي والكرسي تبع الولد، واللي ورانا طلعت فيهم هيك نظرة أنه يعني سامحوني وآسفة. كانوا مبسوطين كتير، يعني غايب اللطف كأنهم يعني عم يعيشوا هيك تجربة غريبة. علي طبعا ما سكت ولا دقيقة للأسف، مع أنه مو دائما بيعمل هيك، ما سكت، هو بيصرخ وبيعمل أشياء غريبة والأكل يوقعه ويعني عمل أشياء مرعبة، وأنا كنت محرجة كل الوقت لأنه الناس أبدا ما حسسوني بأي إحراج. الشاب اللي جنبي لبسه صار عليه كل أنواع الأشياء، يعني حليب وخلافه، لأنه حاول يساعد. بعدين لما خلص التياب الثلاثة اللي غسلتهم لفيت علي بالإحرام، لفيته وخليته بالإحرام وبس عليه الشيء يعني اللي بتحطه عليه. المهم أنه الولد حمله وعلي عمل عليه أشياء مرعبة للولد، كان مبسوط وسعيد. نزلنا من الطيارة ساعدني، مع أنه لبسه ما له علاقة باللي طلع فيه على الطيارة، يعني لبس تاني، لبس كأنه يعني مسح الشوارع فيه، بس كان بمنتهى اللطف. حمل معي الشنط اللي وراي مسكولي علي، ما خلوني أعمل شيء، كل الوقت كانوا عم يتعاونوا معي. 12-13 ساعة عشتها مع أشخاص يعني منشوفهم كتير، الأغلبية كانوا يعني أغلبية الناس اللي قابلتهم بحياتي على الطيارة ولا بأي مكان عندهم هذا الذوق واللطف والإحساس بالآخرين. ولكن بقى النوادر اللي بتصير معنا بتصير كتير قوية وقاسية. مرة جاي حأحكي لكم أنا وآدم بقى شو صار معنا بالطيارة. مرة جاي